ابتدى يمشي طريقه وعلى الهدف اول ما الشر ابتدى يمشي طريقه وعلى الهدف صار يدخل عقله بالناس ما خلى بدربه حدا اول ما الشر ابتدى يمشي طريقه وعلى الهدف صار يدخل عقله بالناس ما خلى بدربه حدا يا قلوب أقسى من الحجر بقلوب كن نعيد النظر يا قلوب أقسى من الحجر بقلوب كن نعيد النظر لا تفرحوا بدموع الناس مش هيك Thank you.
سارة شو القصة؟ سمر بتخاف عليك منه، هيك قالت لي. وانت مبين عليك مش طبيعية من بعد ما قابلتي، فيني اعرف شو اللي جبرك وارغمك على انك تقابلي؟ سارة، فيني اعرف من هو هالشخص الخطير؟ فهمت. فهمت؟ شو فهمت؟ انه حبيب؟ وليد لا هو حبيب ولا عشيق، ما بعرف اذا كان قريب او غريب، وما تخاف علي منه ولا من غيره. واذا بدك وللبد تكون شهم، خاف على متعمتك سمر. سمر انا بخاف عليها، ولو بتخليني اخنق جوزة ما بتردد لحظة. بس انت سارة، إذا بتوسعي فيي مثل ما بتوسعي بالسمر ومثل ثقة سمر فيي، احكيني، فهميني. سارة، بعد الحالة اللي شفتك فيها اليوم صرت خاف عليكي مثل ما بخاف على سمر. طلع فيي، إلك ثقة فيي؟ وينك؟ هيدا حكايتي. لو قصة مكتوبة أو بالتلفزيون بقولوا عنا خيال. أمي أكدت إن بنته هو أنكرني. نديم سلوم كان يحكي وأكد وقول أمي شريفة نظيفة محترمة. رغم هالشي ما بعرف مين بدي صدق. قال اعترف فيي وبغلطة الحساب، بس بعد فوات الأوان. نديم سلوم كان رجال مرته مشلولة، ممكن بأي لحظة جلطة تضرب دماغها وتقتلها. أمي بتشغل ببيته، صبية حلوة، جوزة بالحبس، يعني رجال محروم وبين إيدي مرة محرومة. ما ممكن تقاوم رغباته بسبب ظروفها الصعبة. قال اكتشف ان بنته وانها بريئة، يمكن قال هالشي كرمال مصاري. فهمت سارة، فهمت. بعد ما قتل امي خدني نديم على بيته. بعد ما تجوز سمر بيت عنده بالبيت، كان دايما يقول لي سارة ناديني بابا. سارة بحب اسمع منك كلمة بابا. أقولك ليش المرحوم نادين كان يلح علي تنادي بابا؟ سؤال جوابه صعب، ما هيك؟ برأيك أنا بنت مين؟ ليش المرحوم نديم كان يلح علي وقال لي ناديني بابا؟ سؤال جوابه صعب، ما هيك؟ هيدا بيعتمد عليك انت. انت بتسهلي وانت بتصعبي. شوف مسيو وليد، اسود ومسكر، لا طريق ولا باب ولا طاقة، اسود ومسكر مثل حياتي. هي تأخرت، هلأ بتشغل بال سمر. صالة وين؟ ليش انت عم تعمل قهوة؟ شو المتموزيل صالة بعد نايمة؟ راح تتقدم طلب. طلب شو؟ جامعة. فريشمان سارة الجامعية، عم بتحضر حالة لتفوت على الجامعة. فريشمان طالب. ليه المسخرة؟ عندك اعتراض؟ عندي اعتراض، عندي اعتراض وبس. لوك أنا محتار معها،
من دون جامعة ما بعرف اتعامل معها. من وقت اللي تجوزتك وهي موجودة بالبيت. لا طلوبتي قبلك. موجودة قبل ما اتعرف عليك. طيب فهميني من هي؟ اختك؟ صديقتك؟ خادمة؟ لا. خادمة لا. يا سمر البنت مصدر إرباك إلي. بشو؟ مثلا ما عم بقدر اخذ حضيرتي معك. احيانا بيطلع عبالي غازلك غنجك. صحيح حياتي؟ ايه بس ما بقدر. بخاف تطب علينا باي لحظه. طلوبتي البنت بتضل باوضتها طالما انت موجود وما بتطلع منها الا اذا طلبنا منها شيء. سمر حياتي. وما تنسى طلوبتي اوقات وجودك بالبيت كتير قليله نادره. توعى بكير على الشغل وما بترجع الا وجه الصبح واحيانا ما بترجع. سمر انا لا عم بعاتب ولا عم بحاسب. بعرف الشغل ومواعيد الشغل. الله يكفيك ويعطيك عقد تعبك. بس اللي بعنيه انه ساره بتسليني بتشيل الغام عن قلبي. سمر انت ما عم تفهميني او ما بدك تفهميني. البنت صغيره وحلوه وشيطان. ما تكفي طلوبتي. بعرف شو بدك تقول. ثقتي فيك وباخلاصك ما إلها حدود. كل الشياطين الدنيا ما فيها تاثر فيك وباخلاصك. ما في فايده. ما في فايده. انت ما رح تصحي وتفهم علي ويرجع عقلك لراسك الا بصبه قويه. طالب البنت مش خادمه اماني. جوزي المرحوم اخذ مني عهد وعد اني عاملها مثل بنته. نعم نعم. قلتي لي بنته؟ او اختي. وحتى لو ما وعدته ما رح اعملها الا كاخت او بنت للمرحوم. الله يرحمه. كان مثال الزوج العطوف الحنون المحب. رغم الاشاعات اللي طالب انا ممكن اسكت عن كل شيء الا تشوه سمعه المرحوم. تذكر دائما انه كان جوزي. وليش معصبه؟ روقي حبيبتي روقي. مش انت بنفسك اللي قلتي؟ قلت شو؟ انه وصاكي تعامليها كانها بنته. طالب شو ما كان الوضع تذكر انه عم تشتغل وتتبجح وتعمل رجل اعمال وشخصيه مهمه بفضله بفضل الثروة اللي تركها. سبق وقلت هالشي ورح ضلني كرره حتى ما تنسي. وإذا سارة بنته مثل ما عقلك بيقلك فبتكون الثروة اللي عم تستغلها حضرتك ثروتها. ثروتها طالب. حط هالشي براسك. خسيس خاين نصاب. أعصابك سمر أعصابك. اللعبة بعدها بأولها واللعبة بدها أعصاب قوية وباردة. بدك مني يا ولد؟ أنا؟ إيه أنت. ما تقلي إنك جيت لهون بالصدفة. معك حق مش بالصدفة. ناطر شوفك. عرفت إنك مقيم بهالبناية حبيت شوفك. اشتقت لي ما هيك؟ طبعا. معقول ابن ما يشتاق لبيه بعد غيابه مده طويله؟ فيك الخير. كل الخير. ابنك ولا بتشك اني ابنك؟ لسوء حظي يا ريتني ربيت كلب كان احسن لي. بتحب تدخل بالجد؟ ليش انت بتفهم بالجد او بتعرف بالجد؟ بدي عنوان اختي ساره. ما تقلي اشتقت لها. ليش لا؟ اختي حتى لو كانت ظنونك صحيح. ما بعرف عنوانها. بس بتعرف كيف تتصل فيها. افترض بدي اتصل فيها. ما بدي اياك تتصل فيها. ليش؟ بدي اياك تبعد شرك عنها انت وابن عمك حمد. فكر شوي وخليك عادل ومنصفي. اختي عايشه ببحبوها مثل ما سمعت وشفت واكيد انت تاكدت من هالشي واستفدت منه. للمره الاخيره وما بقى عيدها. غلط غلط كبير. اختي تعيش بنعيم وانا متشرد. لعني اني شركها ولو شوي. ظلم
ظلم انك تشوفها، مجرد تشوفها، لذلك خليك بعيد عنها. بدي عنوانها او رقم تليفونها، بإرادتك او غصب عنك. بدك العنوان؟ تفضل، هاي العنوان. ما بقى في وسيله اتصال، حتى انا مش حافظ الرقم عن غاب. روح لعند ابن عمك وصاحبك حمد، خليه يعطيك مصاري حتى تصرفه على السم والكباريات والمواخير. انا هيك لاني ابنك، تربيتك وانت عملتني على صورتك. معك حق، انا وانت دفعنا الثمن، لذلك خلينا بعاد عن البنت. دفعت كتير، مش لازم تدفع اكتر. هي لا، ما رح حل عنها. اسمع يا ولد، اسمع كتير منيح وفهم عن جد. اذا بعرفك اذيتها او اعترضت طريقها، رح اقتلك بدون ما يرفلي جفن. فهمت؟ وتأكد اني مش عم بمزح. ما رح تقلي لوين؟ مشوار مهم جدا وضروري جدا ومميز جدا. صدقيني عفاف، مشوار بيعجبك، رح تشوفي شي غريب اغرب من الخيال. مش ناوي تشتري سيارة؟ ابدا ابدا، لا لا لا، انا ما بحياتي بسوق سيارة. فاذا اشتري سيارة وحط شوفير. والله عيب شخص مثلك وبمركزك وما عنده سيارة. الله يساعدني عليك. ألو، إيه يا عماد؟ كيف؟ أيمتى؟ بأي مستشفى؟ لحظة، أيوة، شيري؟ شكرا يا عماد. مين شو؟ اعتداء جديد، ضحية جديدة. يلا. صباح الخير يا بيك. صباح النور يا سعد. مثل كل مرة؟ تظهر بالليل وبتختفي. لوين؟ ما بعرف. ما بتقلي لوين ولا بتخليني رافقك، وبتحكيني بلهجة بتخوف كأنك شخص تاني. ليش بتترك الشقة بالليل؟ ما بعرف. ليش بتغير شكلك وأخلاقك ولهجتك؟ ما بعرف. ليش بتحكيني بلهجة عصبية كأني غريب أو كأني عدو؟ ما بعرف. مرة وتقيلة بتساعدك حتى تصحى. بصراحة يا بيك، أنا صرت خاف.
مني؟ ايه منك، وخصوصا لما بترجع من جولتك الليلية الغامضة بعد نص الليل وحالتك وتيابك يا لطيف كأنك رجع من معركة. تعرض حالك على طبيب نفساني، معزتك عندي وخوفي عليك، خلوني اقترح الاقتراح. تقصد اني مش طبيعي؟ ابدا، اعوذ بالله. انا معقول اقول هيك؟ انت سيد العاقلين، بس يا ريت يا بيك تسمح لي احكي بصراحه. احكي أنا يا بيك صرت شايف كذا فيلم سينما على الناس بيكونوا بشخصيتين أو أكتر. دكتور جاكل المستر هايد، ما هيك؟ شخصية بالنهار وشخصية بالليل، هيدي هي المحاضرة صرت مسمعني إياها 100 مرة. تقصد أنا عندي شخصيتين، ما هيك؟ يا بيك أنا بعرف تاريخ حياتك وبعرف شو صار فيك وبأمك، كله من ورا هالبنت المفعوصة اللي يدوب عمرها 20 سنة لعبت براس بيك حتى طلق أمك، شردك أنت وياها، والمسكينة الله يرحمها ماتت من القهر. إيه وبعدين يا حضرة الدكتور؟ لا دكتور ولا شي يا بيك، إنما بصراحة أنا محرج. ما تنحرج، كفي. رح كفي وإحكي لك، واللي رح أقلك إياه مش رأيي أنا بس، رأي البيك الكبير. زلمته صافي وصل لي الحكي. إيه شو هو الحكي؟ الباك الكبير شاكك انه انت اللي بتعتدي على البنات بالضرب. شو؟ بسبب عقدتك من مرت بيك وحقدك عليها اللي تحول لكل بنت من عمرها. انتم جنين، كلكم جنين، والباك الكبير السفت مجنون، لان انا مش ممكن مد ايدي على بنت. مزبوط يا باك، انت ما بتضرب بس الشخص التاني بيضرب، يمكن تقتل مثل ما قتلت مرت بيك. مش انا اللي قتلتها، هي وقعت من البلكون. يا بيك بفهمك وبصدقك، بس البيك الكبير عشتني. البيك الكبير، البيك الكبير، وينو البيك الكبير؟ خلي يجي، خلي يظهر نفسه ويقبلني وجها لوجه. هالشي مش ممكن يصير، وخصوصي بهالوقت. انت ادرى الناس انه لازم يبقى مجهول، ومثل ما عرفت البيك الكبير كتير معصب منك، وعم يقول انه قضايا البنات ممكن تأثر على عمليتنا الكبيرة. قضايا البنات مستلمة الرائد صالح الجبلي. وانت بتعرف مين يعني صالح الجبلي؟ بإمكانه يوصل لك. بعده بيقول يوصل لي. شو؟ صدر القرار إني أنا القاتل. تأمل التياب اللي رجعت فيها الليلة وقرر أنت ولا لا. أنا متأكد إنه مش أنت اللي غرست البيبيس بعيونه، الشخص التاني. تتذكر يا بيك؟ شرب قهوتك وروق وعمل دوش.
خلينا نروح على المكتب السياحي، لأنه البيك الكبير بده جهودك تتركز على الترويج السياحي. بعدين زياد رح بقلي بعدين بتعرفي كل شيء، وضروري تعرفي كل شيء عني حتى المخبى والغامض قبل ما توافقي على الزواج مني، هيك بتقصدي الأمانة. خلص بعد نص ساعة بتعرفي كل شيء بوعليك. خلص شو الحال يا دكتور؟ بعد إذنك يا صالح انطرونا شوي لبعد إذا تريدوا. كسور شديدة بيظهر المعتدي حائد كتير أكثر من حائد. مجنون؟ في اعتداء؟ لا لا ابدا، ما في اي اثر لاي اعتداء جنسي. في احكي معه؟ ما بظن قبل يومين. في خطر على حياته؟ لا لا ابدا، ما في اي خطوره. طيب شكرا دكتور. يا ريت لو ماتت، يا ريت لو ماتت كنا ارتحنا منها. حضرتك ولدها؟ ايوه مع كل اسف ولدها. الله يعدمني اياها، الله يعدمني اياها. بس يا نعيم الله لا ينعم عليها، شو كان ناقصها؟ كنت مأمن لك كل شيء، عم بشتري مثل الحمار لتعيش منيحة. حارم حالي أنا وياكي من كل شيء، لتعيش منيحة ومرتاحة، وما اكتفيت. الشغل مش عيب يا أخ. بالنهاية بنتك صبية وعندها حاجات. يمكن ما بدها تحملك أعباء إضافية. كنت مستعد أتحمل كل شيء، بس شو بدي أقول؟ شو بدي أقول؟ عندي بنت صبية بالجامعة. بنت وحيدة. ماني مقصر معها بشيء. مع هيدا كله بتشتغل جرسوني. الغلط مش غلط بنتك، مش ذنبها إذا في وحوش سارحة بالشوارع عم تستغل الوضع ووضع بنتي وأمثالهم. لو ما كانت حاسة بالعبء اللي أنت حامله على كتافك، لو ما كانت بتحبك، ما كانت دورت على وظيفة واشتغلت بالليل مثل بنتي. برجع بعد يومين لما تقوم بالسلامة. رأيت سمعان؟ بتقدروا تفوتوا سلامتها. نفس الشخص، نفس الأسلوب، نفس المجرم. أمنيتي يقع بين إيدي حتى انتقم لكل هالضحايا الأبرياء. Thank you.
عنك زياد بيك؟ عنك مدام؟ زياد ليش جايبني لهون؟ ما تخافي عبو، ماشي ماشي. حرامي! لا 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 لا، روقي لك يا عمتي، روقي روقي. لشو جاي لهون يا حرامي؟ ما بدي شوفك جنب بيتي ابدا، حرامي ابن حرامي. لك روقي روقي يا عمتي، روقي روقي، وخليني اعرفك على شخص من العائلة مهم وعزيز كثير. عائلة؟ عفاف انتبهي لحركاتك. صبوحة بنت خالي. وديع الصافي ابن عم تبيي. جون كينيدي ابن عمتي كمان، كنا نحب بعض. ام كلثوم خالتي، اخت امي اللزة. يا الله شو كنت تحبني وتغنيشني، كنت تغني لي الي خصوصي. عمتي يا عمتي يا فرحتي بغمتي. عمتي عمتي حكيني، عم بعملكم قهوة، الغاز عندك شغال؟ ليكي عرفتي ضيفتنا عائلتك؟ عرفيها عرفيها عمتي. عمتي هيدي قربتنا جديدة، أو رح تصير قربتنا إذا كان حظي منيح. وليد ليش كنت عم تسأل على حسابي بالبنك؟ قالوا لي إنك عرفت. بأي حق بتسأل؟ أي حق؟ مش رح أقول بحق الأخوة، لا، بحق المسؤولية. الدين اللي ورثته عن بيي، مسؤولية تسديد الدين بتوقع علي مثلك تماما. معك حق وليد، بس مش هلا، لما بتتخرج وبتشتغل وبيصير عندك دخل. أنا هلا بشتغل وعندي دخل. بتشتغل شو؟ يا ريت لو تصرحني. أكتر من شغلة، بالتسويق، بالترويج لبضائع، يعني فيك تقول بائع متجول وغيره كتير، وصار عندي دخل منيح وفيني ساعد. صالح خيي، إذا بدك إياني أشعر بالراحة الداخلية، اسمح لي شارك بتسديد الدين. فإذا ابعت كتاب للبنك لو سمحت بتسمح لي فيه حط مصاري بحسابك. ما قلت لي سبب الزيارة. قلت لك الكتاب للبنك. يعطيك العافية. Thank you.
غلطان يا عفاف، مش سعيدة وبس، بمنتهى السعادة. تقصد المجانين بنعيم؟ لا مش مجنونة عمتي، مش مجنونة، انتبهي لألفاظك يا عفاف. آسفة، عن جد آسفة، مش قصدي. عمتي رافضة عالمنا لأنه تنكرنا. لما ترملت كل قرايبينا ركض وراها وصاروا يتسابقوا على خدمتها، وكل ظنهم إنها ورثت ورثة كبيرة عن جوزها، وكل واحد منهم يمني نفسه بجزء من يلي ورثته، حتى إنه البعض منهم عرض عليها الزواج. مع الأيام تبين لهم إنه ما في ورثة، وطريقة عيشتها البسيطة أكدت لهم هالشي. هني بالأول فكروا إنها عايشة بالقلة لأنها بخيلة، وبالآخر تأكدوا إنها طفرانة أكتر منهم. قاموا تنكروا لها وبعدوا عنا، قطعوها وما عاد حدا يسأل عنها ولا يطرق بابها. صارت تقرأ بهالصحف والمجلات القديمة، تنقي وتختار أسماء وصور تعجبها، تنسبهم لإلها وتعتبرهم عائلتها. ساعة هيدا عمها، هيدا خيها، هيدا خالها، هيدا حبيبة، وهيك كونت لنفسها عائلة طويلة عريضة. وكلهم أسماء مشهورة بما فيهم اسمك. يا حرام، أنا القريب الوحيد المجهول والمعطر بين كل أفراد هالعائلة. طيب وكيف بتعيش؟ مثل ما شفتي، مسكرة على حالها، وأنا بين الفترة والفترة بمر عليها ومعي شوية غراض، بس خايف يا عفاف. من شو؟ من شي أصغر يفتكر إنها مخباية إشياء ثمينة ببيتها، يقوم يقتحم البيت ويقتلها إذا اعترضته، أو تجيها شي كريزة تموت فيها بدون ما حدا يعرف. خاصة بهالفترة عم بتمر بمرحلة ممكن تكون كتير خطيرة عليها. ليه ما بتجيبها تعيش معك؟ عرضت عليها أكثر من مرة، رفضت. قالت ما بتترك عائلتها. قال إذا تركت بيتها وعائلتها بتصير مثل السمكة برات الماء. شكرا. زياد، انت فعلا طيب وابن حليل. ممنونك انا، بس حبيبتي هيدا الحكي وحده ما بكفي. ايه، ما بيقدر الواحد يحكي معك كلمة حلوة. لا بيقدر، بيقدر. لك شو هيدا؟ احتي شو هيدا؟ بلا ادب. محبوط. طاط، هاي من املاك الخاصه، اتركي اياها. بونجور. طاط عفاف، ممكن احكي كلمتين؟ اتفرج على هول الصور. هاي صور قديمة سبق وشفتها. في منهم ما شفتهم. زياد، مين هيدا؟ انت ليه عم تسأل عنه يا فتحي؟ هيك حشري حب استطلاع. تعرفه؟ ابدا. وحياتك طنط. اسمعني منيح وفهم يا فتحي، هيدا اسمه مرعي مسافر
كان مسؤول عن قسم التنظيفات بالبلدية. يعني مسؤول عن زبالة والنفايات. نعم، وهلأ صار مليونير كبير، زعوري مجرم وبلا أخلاق، ومن الناس اللي بتمنى أحكم عليهم على القليل أشغال شقة مؤبدة، مجمع حوالي شلة زعران التلين إثلا، وما بيشتغل إلا بكل شيء ممنوع وغير قانوني. فتحي، شو سبب اهتمامك فيه؟ عمتي وحيات الله، وحياتك وحيات معستك، لا قبلت ولا عدت معه ولا حكيت ولا كلمة. احكي يا ولد، في شي بعد بدك تقوله؟ مرات بصادفه بطريقي بالسيارة. غيره، قول، احكيه، قول انه لما تشوفه ما بيكون ظهوره صدفة، قول انك بتعرف ليش وليش بيظهر لما تكون انت ومنى. قول، بعرف انك بتعرف. عادي، اسمعي يا منى، اسمعي يا فتحي، انا ما عندي شي ضدك وما برفض حبكن، بس انا خايفة عليكن. جربوا ما تظهروا مع بعض خصوصي بالسهرات. لا طنط، لا، خصوصا السهرة المخصصة لتكريم دكتورة إلهام. انا ما عم بمنعكن، روحوا احضروا الحفلة بس كل واحد لوحده. باي، مع السلامة. خايفة يا زياد؟ بعرف خايفة ومعك حق. فيك تعمل شيء؟ روقي. ألو صالح؟ عافاك، حزرت. ليك صالح، بدي اعرض عليك موضوع واخذ رايك فيه. ايه طيب، عظيم. يا استاذ زياد، انت رجل قانون وبتعرف بدون قضيه ما في اشتغل. يا اخي، ما في اثبات بين ايدي، افتح قضيه وارفع عليها، مجرد شبهات ما بيصير. بعرف يا استاذ زياد، بعرف قديش هو مجرم خطير ووسخ وممكن يأذي هالشاب والبنت، بس لا انا ولا انت فينا نعمل شيء. طيب جرب. شو القصه؟ شيء بسم البدن، يعني قصه بتحزن. المصيبه اني عارف كل شيء ومش قادر ارفع الاذى عن بنت وشاب بيحبوا بعض. الاذى من مين؟ واحد مشبوه من زعران البلد، حط عينه على البنت وعلى مصنع بي البنت. مرعي مسافر مش هيك؟ ايه نعم. هي صالح، الا لمرتك توقف هالشغله اللي رح تسبب لها ضعف نظر، والا انه المصاري اللي بتطلع من هالشغله ما عاد في لهم داعي. شو عم تعمل؟ شلحها رح تخزق لي اياها. عجبك؟ ألو، أنا وليد، بدي منك خدمة وما تقلي ما فيك. لك إذا ما بتخدمني فيها بنسحب من العملية اللي أنا غاطس فيها. إيه، غير قانونية، صحيح. يا سلام، شو حريص على القانون. خلص، مثل ما بدك، أوكي، اعتبرني برات العملية. شو؟ هي شغلة بسيطة، صدقني لما بتعرف تفاصيلها راح بتحبها وتتحمس لها أكتر مني. أهلا مسيو وليد. مسيو؟ بلا مسيو بلا حكي فاضي، سبق وقلت لك وليد وبس، وليد وبس، مفهوم؟ مفهوم مسيو، بعتذر. وليد،
يخرب ذوقك، بعدك بتقري هيك قصص فاضية؟ لا مش فاضية. يا بنت كوني واقعية، ما في حب مثل عم تقري، خصوصا بهالأيام. بعدين ما لقيت غير هالقصة. من شو بتشكي؟ حلوة وبتجنن. بتجنن؟ كلها حزن وتعاسة وبكى ودموع وموت وبتجنن. بتعرفي يمكن هي بتجنن عن جد، جنون طبيعي. مع انه ضحكتك حلوة، بس ليه عم تضحكي؟ عم بضحك لأنك فضحت حالك. أنا؟ كيف يا زكية؟ إذا فاضي ليش بتقريها؟ وما تنكر إنك ما قريتها، لأنه إذا ما قريتها كيف بدك تعرف إنها فاضية؟ أنا كل اللي بدي أقوله إنه كل همك ووقتك وجهدك ركزي للتحضير للبكالوريا، فهمتي؟ سارة، أنت قدامك مواد الفريشمان، والبكالوريا فرصة ما تفوتيها، والفضل طبعاً لبنت عمتي. أهلاً وليد. كيفك بنت عمتي؟ بخير، بعدني عايشة. كتر زيارتك وليد. بتأمري. لأنه ما منشوف بسمة سارة الحلوة إلا لما تشرفنا بزيارتك. الله يخليكي، مع أنه ضحكتها حلوة. فينا هلأ نحكي جد؟ عملي لنا شي نشربه. لحظة سارة، أنت محجوزة الليلة، ما تطلعوا في هيك؟ في حفلة تكريم لأستاذ الجامعية وأنا معزوم، ولازمنا رفيقة، وممنوع الاعتذار، رفضت كل العروض بسببك. هلأ إذا بتعملي معروف بشرب فنجان قهوة من إيدك. عظيم، بحكيك بعدين. خير بنت عمتي؟ في شي؟ وليد، بدي حذرك ونبهك لشغلة مهمة. تفضل. سارة مش خادمة عندي. بعرف. وإياك، ثم إياك تتعامل معها هالأساس. وليه عم تحكي معي بهالطريقة بنت عمتي؟ شي مرة شفتيني عم بعملها معاملة مش منيحة مثلاً؟ سارة صغيرة، ناعمة، حلوة، وبتعجب رجال، ويمكن ينضحك عليها وينلعب بعقلها، خصوصاً إذا كان شاب بتحس اتجاهه بعاطفي. بنت عمتي، معقول سوء الظن يوصل فيك لهالدرجة؟ I'm
بتفرح منك إلي، بفرح عيني وبفرح أنا، كلمة فرح منك إلي.